بدأ التهراس تبقى غادي يبقى غادي. المهم شنو السبب ديالو ديال الذريعه اللي دائما كاينه؟ راه عنده رخصه الاصلاح، راه عنده رخصه الاصلاح. فاش نطلعوا على رخصه الاصلاح تلقاو فيها القبس وجليج والصباغه والالكتريسيتي. القبس والجليج هي اخر نفس الرخصه كتعاود، ماشي نفس الرخصه، هما التواريخ تتبدل، تتكون فيها 3 شهور ديال الاصلاح، شهرين ديال الاصلاح. المهم اخر وحده اللي توصلنا بها فيها عنده القبس والجليج وهذا. المهم بلاج بلاك بانتيور هادشي اللي فيها، هادشي اللي فيها. لان الرخصه دابا نورمالمون الرخصه اللي كتاخذها من الجامعه كتكون فيها تحديد، اي تحديد اماكن الاصلاح، تحديد شنو غادي دير في هذا الاصلاح. المهم فاش توصل المساله ديال ما كايناش المتابعه وما كايناش المراقبه، احنا صدقنا ولات هنا محلات تجاريه. هي الشقه ولات محلات تجاريه. واش دابا واش عنده دابا الرخصه باش يولي هادشي محلات تجاريه؟ ما عندوش، ولكن التسيب. هاد الدروج هما هادو دروج الخليفه السابق امر بالازاحه ديالهم، وجات السلطه، جا المقدم، جا القايد، جابوا الكاميو حيدوا هاد الدروج هادو. دابا ولاو تحطوا ذريعه ديالاش، راه عنده رخصه الاصلاح وما عندوش منين يدخل السلعه. مع العلم هاد الشقه عندها الباب من داخل العماره، مع العلم راه هاد الشقه عندها الباب من داخل من العماره. وزيدون كاين شويه ديال التحدي. واش هاد هنا سؤال موجه لكم جوج، تفضل معايا استاذ. واش هنا يعني مكان مخصص للسكن؟ مكان مخصص للسكن، ما كاينش المكازات، ما هاد السمطه كامله كما تشوف هاد الكراجات اللي محلولين ومن هنا ومن هنا، راه شقق. هادو راه شقق. البلان ونتحدى اي واحد من هادو اللي حالين يجبد التيتر ديالو، يجبد التيتر ديالو بانه عنده مكازا، ما عندوش شقه. وهذه الله يعطيكم الستر، هذه راه رساله للناس المسؤوله، والناس المسؤوله راه هكا بدات في الدار البيضاء، راه هكا بدات في الدار البيضاء. اصلاح تهبطت عماره، شردت العائلات. الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللي ما كانش الارواح، الحمد لله اللي ما كانش الارواح. مشكله هاد السيد هذا، الى عنده الحق، الى عنده الحق، الى عنده الحق يفتح في العماره ويزعج الناس ويدير محل تجاري، هذا مرحبا به، ما كاينش اللي غادي يوقف له. الى ما عندوش الحق راه خص نشوفوا شكون هاد السلطه اللي غادي توقف هاد الشيء هذا. شكون هاد السلطه؟ غادي ندعيوه، غنديروا المحكمه غندعيوه. ولاني راه كاين شي تصرفات لا تعقل. كيفاش؟ لا تعقل. كاين واش قائد تيتدخل ومقدم تيتدخل ومره اخرى ما يتدخلوش؟ راه لا يعقل. راه اي واحد فينا جاب قنشه السيما تيجي تيقول اش تدير باش تولي فرصاده على قدها تحول المحل التجاري والناس ناعسه؟ راه لا يعقل. الا عنده رخصه يجيبوا لنا هذه الرخصه باش عنده هذا الشيء يديروا. لانه موديفيكاسيون في البلان. موديفيكاسيون ماشي في البلان، هذه موديفيكاسيون في التيتر كامل. راه الداخل، راه الشقه الداخل راه ما بقى فيها لا ياجور لا والو. راه ولات محلوله كامله، والعلم وعالم الله. شوف واش محيده شي بودره. ها انت شوف، ها انت ها البودره. زيد معايا سي منير الله يرحم بها الوالدي. انتم اضعف الايمان، اضعف الايمان. هذه راه ساريه، هذه راه ساريه. ها هو حفر في الساريه، ها هي حفر في الساريه باش دير البوطه ديال الريدو. هذا الشيء اللي باين، وما خفي كان اعظم. هادشي دابا هي اللي باين. والناس اش كتقول يعني الناس اللي معاك؟ الساكنه كلهم متضامنين معانا، كلهم متضامنين. حنا المشكل اللي عندنا في العماره ما دايرين السنديك باش نهضر نيشان. حنا المشكل هذا الناس راه نصوني عليهم كلشي هبط، وعندنا التعرض ساليين فيه الناس كاملين. درتو التعرض؟ التعرض محطوط في 2022 وبلا كيجي في الجماعه، ومحطوط في البلديه في 2022 وما عاطيليش لاكوزي، محطوط في البلديه. وعاود الاسبوع الفارط مشاو حطوا تعرض. وراه عين شنو من بعد التعرض؟ والو. ها انت تشوف راه السيد خدام، راه راجي قبل ما تجي راه كان خدام. نعم. نسمعوا السيد يعني السانديك العام ديال هاد الاقامات. استاذي يعني كيفاش هذا الشيء؟ انت يعني يوم كسانديك اليوم عندكم البلان ديال هذه الاقامه، نبغوا نعرفوا الوضعيه القانونيه. احنا عندنا البلان ديال هذه الاقامه كامل، البلان ديال ديالو كامل، بلان جينيرال. ما كاينش هذا الشيء، ما كاينش هذا الاوانات، ما كاينش هذا الشيء هذا، ما كاين سكن هنايا.
هنا كاين سكن اقتصادي، هذا سكن اقتصادي ماشي سكن. الواجهه باينه وداك الشيء كاين في البلان، وكاين البلان موجود، وعندنا حنا نيت البلان عندنا جميع الامور. درجات عشوائيه، دابا هذا درجات عشوائيه، كانوا شقق ورجعوا كراجات، هادو شقق ورجعوا كراجات بدون علم حتى واحد. يعني كتريب الدار من الداخل، الشقه كتحول من الداخل، من الشقه بالسواري ديالها بالبيبان ديالها بعدي كذي. هذا هو اللي غيوقع، وما نتمناو هذا الشيء يوقع. لان حيت الا دار هذا هكا وما هضر مع حتى واحد، غدا غيدير واحد اخر عاوتاني هكا من الجهه الاخرى ومن الجهه الاخرى، وغتولي هذه العماره هذه واقفه غير بقدره قادر، صافي بقدره الله سبحانه وتعالى. اليوم انتم يعني هذا ما تحاورتوش، ما فتحتوش باب الحوار مع هذا السيد؟ هذا السيد هضرنا معاه، قلنا له ودي هذا الشيء هذا، انا عندي الرخصه، انا كذا، انا هادي، انا هادي، انا عندي الرخصه، انا عندي الرخصه، انا كذا. ما كنمشيو نقلبوا على الرخصه، ما كنلقاو لا رخصه لا والو، ما كنلقاوش رخصه اللي غادا ترد غترد شقه تردها سميتو. لان هذا الشيء هذا ماشي قاضي ترخصه، ماشي قاضي ترخصه. الا بغى يدير هكا خصو يعاود البلان كامل ويدير موديفيكاسيون كامله، تيتر وفي البلان وفي كذا وبزاف الامور اللي مهندس البلديه والجماعه وداك الشيء وهذه وهذه. كيف فهموا في هذا الشيء؟ احنا ما كنفهموش. السيد مجهد كيفاش؟ هو عنده التصرف ديالو هكاك، كلامه هكاك، كيهضر بديك الطريقه. احنا ما غاديش، احنا بحال بغيتي تقول هذاك السيد كيبغي يخرجك على السيطره ديالك، فهمتي؟ كيبقى يقول لك شي كلام وش حاجه بروفوكي، كيقول لك بحال بغى يبروفوكيك باش تدابز معاه، باش توصل معاه شي حوايج اخرين، باش يلقى الذريعه باش يدور لك لجهه اخرى. نعم، لانه احنا ما بغيناش هذه القضيه، احنا بغينا الامور تكون في يد الناس المسؤولين. نعم، تكون في سميتو. وهذا اللي كاين، حنا كنتسناو، حنا كنتسناو قانون الملكيه المشتركه، الملكيه المشتركه يعني كلهم هاد الناس اللي ساكنين في هاد العمارات هنايا 12 العماره كلهم عندهم الحق في اي حاجه وقعت هنايا ولو زغبت تبدلنا. قانون الملكيه المشتركه هو قانون الملكيه المشتركه، راه كاين يسولوا عليه ويقلبوا عليه، ورا الناس كتعرف الملكيه المشتركه. الناس ما فاهمينش هاد المساله، الناس ما فاهمينش هاد المساله، كلشي باين، واللي بغى يعرف، والناس اللي سناو سميتو راه عارفين. واش كاين شي قبص غيبقى يتصايب من 2017 حتى 2024؟ شوف قضيه الصباغه، شوف نقول شي قضيه قبص الصباغه وهذه، راه غنفتح الكراج ديالي وغنصاوبو انا كنشوف في الناس، ما غنسدش عليا الباب ونبدا كنريب لداخل وانا كنسمع في داري الدو 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 التهرات وداك الشيء وشكون تما شنو، الله اعلم. راه لا يمكن. راك عارف انا بلا ما نشرح ليك، لان راك عارف السكن اقتصادي. نعم، سكن اقتصادي، ماشي راه حنا مليون ديال 100 مليون، راه حنا عندنا شقق ديال 25 مليون، 25 مليون والنص فينا حنا، واكثر من النص في هاد الناس اللي ساكنين كلهم راه كريدي من البنكه، باقا البنكه كتقطع لي، مازال كاع ما كمل على 20 عام، باقي كاع وغادي يولي يخلص البنكه ويقلب على الكرا ويشوف ولادو واش ماتوا ولا باقي حيين، راه كارثه. اذا اليوم انتم حنا كنطالبوا، حنا كنطالبوا بالسلطات تجي تشوف وتعطي الحل وتقاد لنا هذا الشيء. هذا راه اللهم ان هذا منكر. احنا المسائل، احنا المسائل، احنا دابا المسائل ديالنا القانونيه غادي نمشيو فيها، غادي نمشيو للمحكمه، غادي نمشيو للقضائيه. لحقاش سبع سنين وحنا تنترجاو في الناس ديال سبع سنين غقبص. شوف هذه، شوف هذيك هي ذريعه، هذوك لوتوريزاسيون ديال اصلاح، هي ذريعه، هي ذريعه غطا، هي غطا، هي باش يغطيو الشمس. دابا المشكل، دابا انا نعطيك انا مثال، نعطيك مثال، كان القايد جا وطبق المسائل ديالو، حيد دان من هنا الخدامه بالسطافيط ديال البلديه، داو من هنا، دازت مده 3 شهور ولا السيد عاوتاني ما هضر معاه، اخر ما كاين هاد العشيه هضر مع المقدم، قلت له دابا هذا شنو المحل ديالو، هاد الدروج شنو هما المحل الاعراب ديالهم هاكا بهاد اللغه. قال لي وين بعد شنو كاع شنو راه ديال المحل ديالو. دابا هذا شنو بغينا نفهموا حنا، هذا واش كراج؟ هذا راه قانوني، على اساس هذا قانون. دابا هذا اللي دوا معاك على اساس هذا قانون، هذا قانوني من بعد. يعني هذا راه رجل قانون، هذا رجل سلطه، راه تيعرف قانون، ولكن عاون سلطه، وهذا تنتحداه انا، الا جاب لي تيتر فيه ما كازا تنتحداه.
هذا اللي سيقولكم من بعد. رسالتكم اخي؟ رساله، انا تنطلب وحاجه وحده من المغاربه كاملين، هذه تنطلبها من قلبي انايا. اللي شوف اللي تيدير شي خدمه يتقنها الله يجازيكم بخير، قبار صباغ مدير مهندس اللي تيطبق القانون طبق القانون، راه عينا راه حنا عينا في المغرب، راه هادشي العشوائيه خصوصا في مكناس، خصوصا في مكناس العشوائيه راه حنا عطبناها منها، راه ما بقيتي تمشي في تروطوار، ما بقيتي تمشي تتقدى في خاطرك، ما بقيتي تلقى فين تبلاصي، ما بقيتي تلقى فين تسارى، فين دابا انت دارك انت دابا وليتي دابا مهدد، دابا انت في دارك انت وليتي مهدد. انا تنطلب انايا من الناس ديال السلطه والناس اللي في يديهم البوفوار. انت علاش كتقول في هادشي؟ كاين الشرطه الاداريه، جاو الشرطه الاداريه جاو جاو ساعتين قبل من هادشي، جاو مع العشيه ما لقاو حد، قالك ما كاين احد صافي، ولكن الشرطه الاداريه غادي تجي دابا فهاد الساعه، فهاد الساعه انا نقول لك غادي تجي الشرطه الاداريه، غتلقاه تيصبغ، غتلقاه تيدير زليج، تيدير هذاك الشيء اللي في الرخصه. شي دابا التماطل كيفاش؟ شتي دابا التماطل كيفاش؟ اذا الناس عارفه راسها اش كدير؟ عارفه راسها اش كدير. احنا ما كاينش شي حل ودي شي حاجه؟ لا لا شوف شوف الحل الودي، شوف الحل الودي، انا شوف انا كما تنقول لك، انا بحكمي انا ما نديش ديال الناس والناس ما تديريش ديالي، حقاش هاد الناس هادو اللي في هاد العماره ما واصلينوش هاد السيد حتى بغرام ديال المشكل، ما يوصلهمش. اول حاجه العرقاله، هات العرقاله هاد التروطوار شنو والنخلة ها هو حكم عليها، ها انت شوف النخلة حكم عليها شنو نعمل؟ اه ها هي النخلة، هو دار لها الحديد دورها بالحديد حكم عليها النخلة، ها هي ها هي وزيد هادشي هذا راه هو كان عوال هنا غايدير دروج هنا وغايدير دروج هنا في هاد البلايص، كان عوال غايدير دروج هنا. المهم فين كنا؟ راه كنا هنايا، راه حنا درنا التعرض. شوف 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 اسي مونير، شوف اسي مونير نقول لك واحد القضيه، مشينا لخدامينا الصباح، مشينا لخدامينا الصباح، جينا مع 12 لقينا الريدويات راكبين، لقينا الريدويات راكبين. دابا انا غادي نعاود لك انا المشكل من الاول، لقينا الريدويات راكبين، شكون اللي ركب لهم اللي ركب له هذا الشيء هذا؟ المقاول اللي باع لنا حنا لي زابارتومون. فوالا كان هنا كلام اخر. صانت ريبلو دار له الريدويات طق طق مشى في حاله، مشى في حاله. اذا شو واش هذا البارطما مخوض على اساس السكن؟ هذه شوف حنا النهار اللي جبنا، شوف حنا النهار اسمع، حنا النهار اللي جينا لهنايا طلعنا حوايجنا وهذا، كانت هنا الشراجه بشقه، هذه كانت شقه. من بعد ذاك الشيء ثلاث شهور ولا شهرين تجسي قلت لك مشينا لخدامينا الصباح، جينا مع 12 لقينا الريدويات ركبوا. المقاول اللي باع لنا حنا النهار اللي طلعت انا جيت شفت انا البرطما، كانت هنا كانت هنا ابارتومون هنايا، فاش غادي نشري انا هنا في هذه العماره كانت هنا ابارتومون. لا كانت هنا الشقه، ما ماشي الباب ديالها كاين من الداخل. دابا باقي الباب ديالها. تفضل معايا. لا ما ناخذش الباب اجي خويا. كاين الباب. حتى هذاك حتى هاد الكراجات اللي دابا تتشوف هنايا اللي في اللي في اللي في هذه الزنقه كلهم عندهم عندهم البيبان العمارات. شي خطير هذا. كلهم عندهم البيبان العمارات. هذه موديفيكاسيون اللي دارت كامله. شوف انا ما بغيتش نخرج شي هضره اللي غادي هذا فهمتي؟ انتم تتشوفوها المغاربه راه هاكوا تيوقع المشكل. راه برخصه ديال الجلي تنصدقوا غادي نريبوا العماره كامله. تنصدقوا غادي نريبوا العماره كامله. وحنا شوف حنا راه ما عيطنا لشوف تي في، راه حتى بغينا نخوي قلبنا وطبنا بالمشاكل. ما حيتنا الحياه اليوميه ديالنا، ما حيتنا نجيو نرتاحوا ونلقاو المشاكل، ولا اله الا الله. تطلب من المسؤولين، تطلب من العامل ديال صاحب الجلاله السي الصبار في مكناس، تطلب من الباشا ديال الحمريه يتدخلوا في هذا الشيء هذا، يرفعوا علينا الضرر. راه حنا ما مساليينش نمشيو للمحكمه ولا نمشيو، راه غادي نمشيو غادي نمشيو، ولكن الى توصل المحكمه توصل عند القاضي يقول لك ولا انتم فين كنتوا؟ ايوا هذاك السؤال غادي نسمعوه انا، راه نورمالمون حتى هذاك القايد خصو يسمعها، حتى هذاك المقدم خصو يسمعها. نعم. حتى الشرطه الاداريه خصها تسمعها. فين كنتوا؟ ونورمالمون هذوك الناس راه تيتخلصوا، راه عندهم واحد الراتب شهري باش يطبقوا القانون.
وهما ادرى منا من بالقانون. لا فورغون راه لولا تدخل السلطات المحليه كانت غتوقع الكارثه. أشوش. لو تبعنا الجماعه وتبعنا المصالح ديالها كره. شوف هذوك الناس هذوك الناس شوف هذوك الناس ربي دار لهم التاويل، هذوك الناس ربي يرحمهم. راه شوف هذيك راه كانت غتكون فاجعه، راه كنا غادي ندوزو عاوتاني في القنوات العالميه. ربي دار الخير. راه ربي دار الخير. ولذلك واحد ما يجيش بدا يخسر سكنة. راه شتي السيده عندها 42 عام فهاد حشومه. هي بين ليله وضحاها سقات غادا الزنقه. الناس شر. احنا 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 بقاو فينا تضامنا مع دوك الناس. احنا ماشي زعما توقع داك الشيء عاد نبدا نهضروا، لحقاش السيد جاي تيخدم. اليوم عاوتاني. جاي تيخدم. يعني جاي تيخدم يعني جاي تيصبغ. راه عاد ركب الباب هنا، عاد ركب هنا الباب ديال 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 سميتو ديال الالمنيوم، عاد العشيه ركبها تصوروا ما عندي. نعم. عاد ركب الباب. ما بغاش يسالي. ما بغاش يسالي. لا حول. رسالتكم اليوم اخويا باش يعني باش نختموا هذا الشيء، ما بقاوش نعاودوا الهضره، باش نختموا هذا الشيء. انا قلت لك رساله للسيد العامل، السي الصبار الله يجازيك بخير، السي الباشا الله يجازيك بخير. اما تنصفنا. راه حنا توجهنا المصالح الاداريه وراه طبنا بالشكايات والتعرضات. حنا تنتوسموا فيك الخير، توقف مع هاد الناس ديال هاد العماره هادي واجي واجي ودير ويجيو الناس يشوفوا هاد الشقق علاش تحولوا المحلات التجاريه. وهذوك الناس اللي مسؤولين فين كانوا؟ ملي تحلوا هاد المحل. ملي تحلوا هاد المحل. عندهم رخص ديالهم القانوني. شوف انا تنقول لك انا تنتحداه الى شي واحد عنده هنايا التيتر ديالو فيه 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 مكازا ولا محل تجاري، هادو كاملين فيهم شقق. شقق سكنيه. شقق سكنيه. نعم. البلان. الإجراء شوف البلان كلشي كاين، كلشي داك سميت الملكيه المشتركه كلشي كاين. هنا ما كايناش مكازات. ما كايناش المكازات. الرسالة واضحة. نمشيو عند آخر كلمة. الكلمة الأخيرة كنتمناو من السلطات تكون معنا وتوقف معنا وتجي تحضر تشوف هذا الشيء. هذا الشيء اللي كنطلبوا حنا. حنا كنطلبوا من السلطات، ما كنطلبوا حتى من شي واحد آخر. كنطلبوا من السلطات تجي وتشوف، واللي دي حقين حقه، إذا كان حقه الله يسهل عليه، وإذا كان ماشي حقه يحيد علينا هذا الشيء. هذا راه زعجنا وهر راه ما عرفناش شنو كيدير الداخل هذا هو. نتمناو من الله التوفيق، وحنا عندنا يقين وعندنا بان السلطات ديالنا والحمد لله ناس مستوى وناس اللي كيعرفوا كيخدموا البلاد، وحنا بلادنا الحمد لله غاده في نمو وغاده في سميتو الطريق الصحيح. وحنا ما كنطلبوا حتى شي حاجه اخرى، هادشي اللي كنطلبوا. والله يوفق الجميع، والله ينصر الله ينصر سيدنا محمد السادس ويطول عمره، والله يحفظ بلادنا. اللهم امين. متابعي قناه شوف تيفي كما تابعتوا معنا الان وعلى المباشر، هذا كان لقاء مع وكذلك تصريحات ديال الناس لواحد من الساكنه وكذلك السنديك العام ديال هذه الاقامات هذه اللي كيقول لك انه هنا مجموعه ديال الشقق تحولات بقدره قادر الى محلات تجاريه. من المسؤول؟ من رخص لهاد الناس؟ من مجموعه من الاسئله هنا مطروحه على الجهات المعنيه والجهات المسؤوله من اجل الرد والجواب على هاد الناس واقناعهم. طبعا الى هاد الناس عندهم تراخيص المعمول بها والاجراءات الجاري بها العمل، فهذا حقهم. الاستثمار ما غيكون ضده حتى شي واحد، لكن في اطار القانون ولا شيء غير القانون. هاد الناس اليوم كيقول لك نحن عندنا ضرر مباشر من هاد الشقه اللي ولينا خايفين سيناريو بورغون يتعاود عندنا هنا في مكناس. لا قدر الله، الله يبعد علينا كل شر يا ربي. كنتمناو ان شاء الله يكون تدخلات مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي عاجله لمعرفه ما يقع، وكذلك لطمانه هذه الساكنه ويبردوا النفوس ديالهم حتى هما ويعرفوا راه هذا السيد اللي كيدير شي حاجه في اطار القانون راه قانون، ويجيو الخبرات التقنيه اللي غتخلي هاد الناس تعيش حتى هي مطمئنه، ماشي ساكن في السانكيام وخايف على راسه ولا يلقى راسه في لاكاب. مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، ما بقاش الوقت ديال التراخي. كذلك كما ما غننساوش مشاهدينا في نهايه هذا البث المباشر، حق الرد مكفول للطرف الثاني للرد على هذه الادعاءات وعلى هذا الكلام اللي تقال في الحق ديالو. واضافه مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، موضوع التعمير من المواضيع اللي اليوم يعني القانون يعني
خدا فيها مجموعه ديال الاجراءات، ما بقاش التلاعب في هذا الشيء، خصوصا يعني مجموعه ديال الاجراءات اللي هما تخاتوا، اجراءات صارمه، لانه ما بقاش التلاعب في التعمير. هذا راه السكن، هذه ارواح ديال عباد الله، هذه خصوصا اليوم كندويو على السكن المشترك، ماشي غير سكنه ديال الفرد، اليوم سكن مشترك اللي مرتبط فيه مجموعه ديال الاسر. كندويو على هذا الموبل مثلا اللي امامنا، شحال كاينه من اسره؟ 32 ابارتومون، نقولوا نمشيو حنا 32 اسره، و 32 اسره تبارك الله، راه الخير والبركه. راه كنتكلموا على واحد 300 ولا 400 نسمه اللي كتقطن هنايا وما يزيد عنها. اذا كنتمنوا التفاعل الايجابي مع النداءات ديال هاد الناس، حق الرد مكفول مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، كان معكم مراسل القناه منير معطاوي من مكناس، الله يدير الخير.